الحملة مش فقط متخذة على كومبانيز شركات، ان هناك تبرعات شخصية، ونحن نشكر سعادة احمد سلطان بن سليم تبرع مبلغ 300 الف درهم لهذه الحملة، تبرع بيرسونال شخصي منه. هذا شيء جميل جدا ان يحث الناس على التود. تجاوب طبعا كثير، حتى الان احنا في اليوم الخامس بدينا اكثر من 80 مليون درهم، وهذا من الافراد من الشركات من الحكومات لعملية هذه الحملة اللي دعا لسيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.